السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Kaza Ford. أخوكم Kaza Ford معاكم وركبنا عين الصقر على الإكسبيديشن 2012. وهذه عين الصقر وهذه الأجهزة. ومعليش ما مداني صراحة أشيل الوايرات وأخفيها إلى الآن، لكن هذه صورة السيارة من فوق، وهذه الكاميرا الأمامية. طيب شوف ننزل الآن. وانت ماشي مثلا خلنا نقول دق إشارة يمين، شوف كيف يطلع لك الجهة اليمنى، يكشف لك النقاط العمياء. دق إشارة يسار كيف يكتب لك الجهة اليسرى. طيب وبإمكانك من الريموت كنترول اللي هنا، طيب بإمكانك من الريموت كنترول تختار الكاميرا اللي تبغاها. تبغى تشغل الأمامية، أنا مشغل الأمامية طبعا. هذا الآيار وهذا الريموت كنترول تحرك بالأسهم. طيب خلني نقول مثلا كذا، الحين شغلنا الكاميرا الخلفية اليمنى. شغل اليسرى، لكن بشكل عام يكون عندك البانوراميك فيو هذا. فالآن عشان تعرف انه والله هذه فعلا قاعد يصور من فوق، خلنا نشغل الدبل وندخل هنا انا جنبي زي التطعيسة. الحين شوف في علامة ستوب هنية، خلينا نشوف كيف يبين شكلها. ندق إشارة، شوف هذه هي علامة ستوب باينة هنا. طيب هذا تكشف الجهة اليمنى. طيب وصلى الله وبارك. هذه عين الصقر أو عين الطير أو ممكن تقول عين السمكة. الآن بنصعد على الرصيف، شوف بس ركز على السيارة، شوف شوف السيارة شلون مرت من جنبك. هذه عين الصقر يا شباب، هذه هي. عملت لها ضبط وكالبريشن باستخدام الأدوات اللي جاية معها. طبعا الأدوات هذه تشتريها الحال، تقول له والله أنا أبغى أسوي كالبريشن، لازم تسوي يكون عندك 4 أمتار، مترين 5 متر 5 متر، ومترين 7.5 7.5 متر. شوف شوف شلون راعي البترول هذا طاير، وشوف كيف هذا راعي الشاحنة مر من جنبي مثل اسكوت. وبس وهي مراقبة 24 ساعة، والله فيها مزايا كثيرة لو بستعرضها عليكم داخل، يعني تشوف ممكن ان من هنا نروح خلينا نشوف لكم السيستم. طيب هنا مثلا تقول والله انا ابغى اشوف الكاميرات على الشاشة كاملة. طيب مش هنا، طيب فوق قول والله خلنا نشوف يقرأ من الذاكرة. هذه جزء من اللي صورته، صور طبعا الاربع جهات كاملة. ايش قاعد يصير حوالي السيارة؟ 24 ساعة تصوير هذا. طيب وبإمكانك تشوف الكاميرات الأربعة كعملية ضبط. هنا الباسورد 6 8 6 5 4 3 2 1 زي ما جتني من المصنع، وهم معايا حتى على الواتساب. عملت كالبريشن وحطيت الابعاد اللي قستها بالامتار وسويت كالبريشن وقال لي سكسسفول. طيب هنا اللينز كالبريشن، ضبط العدسة، زوايا الانحراف، بامكانك تشوف على الشاشة كاملة. طيب شوف يمين يسار يمين خلفي، شوف تعددك الشحن، شوف امامي فل اتش دي الكاميرا. طيب مرت السيارة من جنب،
طبعا هذه انا مركب حقه الليمتد. لو ان العاديه كان احسن، ممكن ابعد الكاميرا يسار شوي اكثر، تاخذ تطلع لك منظور اكبر، يعني تاخذ لك مساحه اكثر وتشوف اللي، لكن انا ما عندي مشكله انا